انطفأت أنوار أهم المعالم السياحية في العالم انطلاقا من أوبرا سيدني في استراليا وتلاها برج خليفة في دبي ومن ثم برج إيفل في باريس وغيره من المعالم الشهيرة في نيويورك وموسكو وهونغ كونغ، وذلك بمناسبة الحدث العالمي وهي ساعة الأرض الذي تهدف إلى مواجهة التغيير المناخي والحفاظ على البيئة. أطلقت المبادرة في عام 2007 في سيدني، إلا أنها باتت الآن في عامها 11 التي تقام في كل أرجاء العالم بهدف التوعية بمخاطر الاضطرابات المناخية.